ما عندنا حاجة كثيرة نقولها. أولا السلام الله عليكم. باختصار شديد اليوم الاثنين المراوغ 21/8/2023 لايك ثم شير وتعال راجع للفيديو. طيب اليوم طبعا دارت أشرس المعارك وفي أكبر الأسلحة وأهم الأسلحة سلاح الأسلحة هناك دارت معارك والحمد لله تمت السيطرة وتم الجغم وتم البل بنجاح كذلك المهندسين تسلل حصل وتم التعامل معهم والجنجة الليلة طبعا اعتمدوا على كثافة النيران الليلة متفقين على حاجة واحدة كثافة النيران جور دون المهندسين دي وهم طبعا ما بيهمهم لا بيهمهم لك مستشفيات ولا بيهمهم بيوت ناس ولا بتهمهم حياة المواطن بس فهمهم دارين يضرب يقول لك ده مكان الجيش يدقوا دقوا هاهم كده لمن قالوا ما دايرين دقوا مدفعية كده لمن قالوا ما دايرين الحمد لله تم التعاون معهم كذلك أكبر معركة وأشرس معركة كانت في المدرعات مع أنه لا الجيش في المدرعات يعني السياسة اللي اشتغل بها الجيش في المدرعات يعني شغل غير مطمئن سلاح المدرعات الاسم ذاته إرهاب العمود الفقري للقوات المسلحة سلاح بتاع ردع يعني كونك تفتح الفيس ذاته أو واحد تلقاه مرسل لك صحيح المدرعات سقطت سقوط المدرعات تسعة فضيحة في حق القوات المسلحة يعني ده مسلح سهل يعني مسلح سهل لحد ما الجنجة دي عشان فوقه وكمان تجي بعد التنظيرات نصر الدين ده كان شغال كويس أي تحرك للجنجة دي ما تقول لي هجموا بأربع محاور لو شنو ذاك ذاته بيتم التعامل معه وحول الأحياء المتاغمة للسلاح ده أو في الأحياء المتاخمة للسلاح ده بيتم التعامل معه وبتم التصدي لهم كيف تسحب الارتكازات وتطمع العدو لحد ما هي لا وكمان عند الحي المؤسف النازل عندهم معلومات يعني النازل هجموا بالجهة هل هم بيعتقدوا إنها ضعيفة وفعلا ناس 11 قدوا الشغل دي قوة أيوب إخوانا أنا ده واحد من الناس ما عندي حاجة لزول عشان أساسا ما شغال مع زول ولا في زول بديني تعليمات الليلة قدوا الشغل قوات أيوب هلو ناس 11 دير وربنا لطف يعني حركوا كتيبة جات تعاونت مع الناس زي بالإضافة برضو للدقل بتاع الطيران وليلة الطيران اشتغل شغل 100% ناس كالجبال شفتهم بيصوروا ونحن داخل وينادل كتير منهم تم جغمه لكن أنا ده ما بهمني أنا بس الحيل بزعلني كيف الناس زي يصلوا للحتة دي يا اخوانا في ناس ما مستوعبين المدرعات يعني شنو المدرعات فيها خطوط دفاعيه ما سهله غير الخطوط الدفاعيه فيها كم وحده ناهيك من الدروع زاد والقوات كانت موجوده فيها كم وحده بعد ما سقطت انضمت لها عندك نصب طيره مرقوا بمدرعات جوين جو المدرعات عندك ناس سلاح الكيمياء المدرعات عندك ناس الدفاع الجوي المدرعات عندك القوى اللي انسحبت من اليرموك جات وين؟ جات المدرعات عندك فرع الرياض العسكري ناس 61 جا وين؟ جو المدرعات عندك مستنفرين قاعدين بالاضافه لقوات ثانيه فكيف الجنجه ذي عشان يوصلوا هنا؟ انا ليه الجنجه ذي لو تم فرمهم عادي يمكن شفت لو فرموهم في مفرمه الكلام ده والله العظيم ما بريحنا ليه؟ لانه ده تطاول المدرعات اسمها ذاته ارهاب يجوا زي ديل يا اخي يصوروا لك من الناحيه الشرقيه ودخلنا يا اخي معقوله؟ معقوله يا جيش؟ زيادة بتكلم مع واحد ضابط بيقول لك انا يا اخي طوابير طوابير شنو؟ انت عندك خيارات كثيره جدا جدا عندك خيارات انك تطلع قوات تمشي تواجه النازل من نقطه انطلاقهم عارفين التفاصيل كلها عندكم زيد على كده ما في حاجه اسمها السحب ما في حاجه اسمها السحب ارتكاز واستدراج ده وين ده؟ نفس السيناريو بتاع الاحتياطي تيجي تكرره لي هنا في المدرعات نفس السيناريو تسحب الارتكاز الارتكاز مهمته الارتكاز مهمته يعطلك انت يعطل القوة المتحركة دي ودائما الزول المتحرك في ذمة الزول المرتكز الليلة انت لو جاي بشنو ذاك ذاته يعني انا مرة من المرات بتذكر في ارتكاز يغم 11 عربية ارتكاز
ما يتجاوز الجماعه، ما يتجاوز ال 11 نفر، ضارب بتاع ربيجي وضارب بتاع جرنوف وضارب بتاع دوشكو باقي بندقيه 11 عربيه جرموه. تسحب الارتكاز ويقول لك القوات الجايه قوات كبيره. طيب قوات كبيره معناها انت دار تمكنها، والقاعدين جوا ديل الوقعت في مدانات جوا ديل. يا اخوانا ما عندنا حاجه ثانيه، نحن نسكت على نسكت لمبين. ها اعمامك ده الشغل بسبب ده شغل بتاع بيع عديل. هذول المدرعات لو كان ما في قوات معلش في قوات لا تفصل لا تعد. يعني انت الشغل الان انت بقلق خلاص في السور كويس بتاعك ذاته تيجي تقول لا لديك جو الناحيه الشرقيه. طب يا اخي ده كلام ما منطقي، كلام ما منطقي. اللي حصل بعد شنو؟ انت طلعت ناس عمل الغاز زي زارهم، طلعت معاه مطارد والناس زي هسه جزء منهم. المطارد وقفت قبل شويه يعني كده كده مشيت وجيت لنفس الموضوع. المفروض يبدا من البدايه دي، المفروض الناس اللي تصطدم معاهم هاي الدنيا دي عاملين فيها منتحرين. انت يفك شباب دي المنتحرين اكثر منهم، بس عمل الخاز اقسم بالله العظيم ياكلوا النار والله ياكلوا النار. نفس برضه الشغل بتاع المهندسين برضه قافلين القوات جوا يجي تسلل حتى الليله مارقينهم بالخطوه السريعه وماشيين. هسه الليله لما مرقوا شاتوا الارتكازات دي كلها قدامهم. سيبك من حول المهندسين دي مش ممكن يشتغلوا لحد الدوحه ويشتغلوا ليه بس؟ يعني القوات دي تكون قاعده كده محبوسه ونحن كل يوم في وضع بتاع صد. صدينا 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 لمتين لمتين. عندك المواقع اللي قاعدين فيها ما تنظيف يا اخواننا، ما يجينا زول راسه لافي يقعد يقول لنا قال ده كلام اقسم بالله العظيم كلام الويه كلام عمده كلام عقده. انت بتعرف اكثر منه؟ بيقول لك الشغله اللي ماشيه بالبرهان دي شغله ميه. ما هي تدور عديل كده حرب زي الناس يا كمان ما في داعي. المواطن عينه طلعت العساكر ذاتهم زهجوا وعينهم طلعت شايفين يوم الجن جدل بيقول له فيها دواء. طيب الناس طبعا يا اخواننا في شغل برامج الكلام ده كله في شغل، في شغل كده يكيفك. يعني هسه التقدم جبال على شنبات ده ذاته ده المفروض يعني المفروض يكون في يوم منه، لانه شنبات دي ام المصايب ذاته من ده بتاع الجنجي والهنا ده كله بيجي عن طريق انا والله كان علي يدقوا الهنا ده ذاته يا ابني برا جسر برا كلام فارغ. طيب برضه المعامل الخاص اشتغلوا في جبره اثناء المطاردات برضه جاءوا مجموعه جاءوا مدرعه وجاموا عرب دوشكا وحكايه بتاعت 15 دي مطاردات كده بس نفس القوات اللي كانت قاعده قبل ما الناس يجوا قريب من المدرعات. كذلك برضه في عمليه تمت في بري برضه هلكوا فيها 18 جبال نزلنا تفاصيلها بالاضافه برضه لتدوين مدفعي في اندرمان. عموما استهدف ارتكازات للدنجا او اوكار للدنجا. شغل الفرق الناس ما تطمن فيه جيش جيزة والله العظيم قدر على الجنجة وحسموه. بس انا قلت لك ما تخاف من الجنجة، خاف من البرهان بسبب فوق البرهان ده شغل والله العظيم يوجع القلب. يا سقوط المدرعات يا جماعة معقولة؟ سقوط المدرعات سقوطت، هل المدرعات سقطت؟ اقسم بالله العظيم السؤال ده والله زهق زهق. هي المدرعات دي اساسا الدروع خوف اسمها ذاته يرهبك. طيب بالنسبة للموضوع بتاع سفيان اخواننا هوي الناس ما تقع. شوف القوات المسلحة دي ما جابت لك سفيان ده، انا لا غايت انا ما بعرف انا عن نفسي والله عارف وضع سفيان شنو. لا بقول لك اتقبض لا بقول لك ما اتقبض، لكن القوات المسلحة دي ما جابت لك سفيان ده قلت لك يا هو كويس وسجل اعتراف قدامه وما تمشي ورا الشايعات. بكره بطلع بجيب قف لك انا نغيب سفيان ويجيك احباط اشاعة قد يكون فاكرنا لك الدنيا قد يكون صاحي انت مالك. وهو شنو ذاته سفيان ده واحد تافه ساكت واحد مطرود من القوات المسلحة اساسا ذاته لا عنده اخلاق لا عنده شرف ولا ذاته عنده قيمة. طيب عندنا طبعا هذا الغدر طالت سعادة اللواء الشهيد المقدور ياسر ظلنا ربنا يتقبله. وده طبعا ديدنا الجنجة والجنجة طبعا الغدر ده تربيتهم يعني قدره وتمت يعني زي ما بيقولوا كده تصفيته. للأسف عسكري بتاع جيش ناس ما يقول لك ما عارف الله قال الجغل في الميدان زي ما بيقولوا الجنجة وزول اللي حسم الجنجة في الميدان. وبعدين أبان هذا ما بتعرف الراجل ده، الراجل ده راجل متواضع ما زي الضباط المتعجرفين وزول دائما تلقاه في الصفوف الأمامية دائما يعني محبوب وسط الضباط. والدنجة دي عرفوه اشتغلوا بشغل كويس بالذات الأيام اللي فاتت دي خسرهم خسائر لا تحصى لا تعد. فلذلك لجوا للطريقة الجبانة دي. يا اخواننا فات ياسر بيجي ألف زي ياسر دي مؤسسة دي ما ماليشيا زول هلك قائد الجهل الهلك خلاص اي 6 نفر مشوا بدي اياه. الناس اخواننا ما تنسى اللايك وما تنسى المشاركه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.